بكم. هذا موعدكم اليومي مع الثقافة والتغطية اليومية للتظاهرات الثقافية، والعنوان واحد: طوق الياسمين. شكرا لطوق الياسمين. احنا موجودين في بنزرتة، علاش؟ على خاطر لا غي اوفرتور نتاع اسباس لو ماجيستيك اللي كان قاعد سينما كما يعرفوا البنزرتية الكل، تو عنده اكثر من 8 سنين مسكر الاسباس هذايا. اليوم لو ماجيستيك يولي اسباس كولتورال. باش نعرفوا اكثر تفاصيل شكون اعاد فتح الاسباس هذايا، نتعرفوا على التقرير هذايا. شكرا لطوق الياسمين. عنده قيمته، وكان معناها قبل يلقى معناها قبل جماهيري كبير، والوفيرتور نتاعو كانت حاجه اكسبسيونيل برشا، وناس البنزرتي فرحوا له مالغينا مش بنزرتي مزده فرحت له. يعني ما جيتش قبل السباس هذي اول مره؟ جيت وقت بعد فكره اللي طرحت انه باش يتحل، حضرت ريتو من الاول بالكل معناها كيش كان، وجيت باش نشوف المفاجاه. قلنا بعد 8 سنين القاعة هذه اللي كانت مسكرة، اليوم احنا دونوفو في الماجستيك. الماجستيك حلمة المجموعة من الشباب، على رأس المجموعة هذه كان ضياء صاحب البروجي. ضياء عسلامة. يظهر لي البنزرتية لي جون اللي ما يعرفوش الماجستيك في كان قبل ما كانوش يتوقعوا نهار انه باش يتحل من جديد وباش نشوفوا ان اسباس كولتوريل بعد ما كان الماجستيك قاعة سينما. كان تحكينا على الحلمة هذه. فضاء الماجستيك بحكم انه فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات متعدد الانشطه، باش يشمل المسرح والسينما والموسيقى، باش يشمل كيف معناتها حتى الرقص. كما اليوم شفنا اول تابلو دي دونس براتيكمون في بنزرت بخلاف المهرجان. ودون هذا من الانشطه الاخرى باش يكون الفضاء الثقافي كيف باش يدخل في البرودكسيون. قربها من العاصمة، رغم كل المناخات المتوفرة فيها، رغم أن بنزرت رأي فيها حركة ثقافية متطورة جدا، لكن للأسف ما وجدوش الفضاءات. العديد منهم مثلا يمشي برا في تونس، يمشي يعمل نشاطات متاعه. والمطلوب هو أنه هذايا بادرة أو منطلق ثقافي للجهة اللي الثقافة للأسف هي ما هيش مشروع تجاري، ما هوش مشروع اللي تقبل عليه الناس الكل، كما يكون اللي ربما حظوظ نجاحه تجاريا هي قليلة إذا ما يستناش دعم سواء من شباب الجهة اللي هم المعنيين بصفة عامة، سواء من إطارات الجهة، سواء من السلطة الجهة، أراه ربما ما نجمش يكون، لأنه ما هوش مشروع كما يقولوا قلابي ولا مشروع اللي نجم يكسب شيء. هذا مشروع ثقافي، مشروع الجهة، من المفروض أنها تلتف حول الجهة. هي أنا نعتبرها نقطة ضوء اتفتحت، يا أما أنها تتوسع نقطة الضوء يصبح شعاع كامل، أو لا قدر الله نقطة الضوء هذا تنجم تطفى وتطفى الجهة كامل. اليوم لوفيرتور حاب نشوف واش فما واش باش يقدموا لنا، ولا ينفعوا كي نلقاو هكا أنشطة ثقافية تصير في بنزرت. دونك لو بروجي لو غيف بديه لي فالح لو ديريكتور جينيرال توا، سيتي سون غيف، لا ريكوبيري لا سال
بعد قال أم بعد يعني أوكي توسل عندي لازم نلقاو حل لازم نخدموا عليها. دونك أنا وظاهر فروزية وبرشا عباد أخرين لي زاسوسيسيون لي تلافيون الكل هما اللي يساهموا باش اليوم تحل ليسباس. إن شاء الله الماجستيك باش يرجع يعرض أفلام أما مش باش يرجع قاعة سينما أكاهو خاطر في بنزرت ما عندناش فضاء ثقافي. دونك قلنا يشوفي إحنا عندنا 400 كرسي هوني خلينا نردوا فضاء ثقافي كامل. دونك إن شاء الله باش نعرضوا أفلام وباش نعملوا دي كونسير دو ميوزيك دي بياس دو تياتر دو لا دانس وباش نعملوا بوركوا با ننجزوا زادا يعني نحبوا نعملوا عروض نتاعنا احنا بروبرمون ماجستيك. كي تحل فضاء ثقافي في ولايه راهي حاجه تخص الولايات الكل يعني انتم في عندكم ان اسباس مسكر اجريوا عليه وحاربوا ريكوبيري الاسباس ومن بعد راه كل شيء يجي وحده. Ce sont des tickets à un minimum 30 ans qu'ils ont fait le Majestic. Ils ont fait un titre symbolique. Ils ont fait un titre symbolique. Ils ont fait un dinar. Ils ont fait juste des dons. Ils ont fait le Majestic. اما لونتري غراتويت في بالي اي لونتري غراتويت تدخل قد ما تحب تدفع تدفع اللي يحب يعاون معنا في البروجي هذا اي ولعبيت كيما تعطي 100 تعطي 40000 وكل واحد كيفاه الشعب البنزرتي جينيري قاعد يبدلوا له في فلوس قلت لك الشعب البنزرتي جينيري قاعد يعطيوا له في فلوس تبارك الله عليهم معناتها سينما ماجستيك هذاك كنا بكري نجيو هنا نتفرجوا في الافلام وهو لا محل غوزمون هذا نقضوه يعني خاطر عندنا دي سينما اخرين كيف سينما باري ولا شابات يبيعوا فيه يعني معنا حتى سينما حتى شيء حتى شيء سي تري بيان بور لي جون انا كيف شولي يعني سنتر كولتوريل تولي فيه انشطه او موان لي جون يلقاو يجيو. I'm gonna make it.
Et naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire. شكرا لطوق يا سمين وضحكت.